ما درجة حديث إذا أمى الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أو فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم؟ هذا صحيح، ولكن محمول على ارتفاع الكثير. أما الكثير فلا بأس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وارفع من المسجد، قام عليه وركع عليه ثم نزل وسجد في أصل المنبر ثم عاد وقام عليه، قال إن فعلت هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا كان ارتفاع ذراع أو يقاربه فلا يضر ذلك، أما إذا ارتفع الإمام كثيرا فلا ينبغي، يكره ذلك. أما ارتفاع المأموم فلا يضر، لو صلى المأموم في المصابيح الإمام في المصابيح مثلا أسفل وصلى الجماعة فوق، صلى بعض الجماعة فوق فوقه أو خلفه من جهة الشر خلفه فلا يضر ارتفاعه، فالمأموم لا يضر. أما هو فلا ينبغي يرتفع إذا كان ارتفاعه كثيرا، بل يكون ارتفاعا يسير إذا دعت إليه حاجة، يكون يسيرا كالذراع ونحوه إذا دعت إليه حاجة. حتى لو قام في سطح المسجد؟ نعم، لو صلوا في سطح المسجد لو صلوا في المسجد لا حرج، ويتبعونه لا يكون أمامه يكون خلفه لا أمامه.